من أكثر المستفيدين من حرب أوكرانيا من الدول طبعا اقتصاديا يعني؟ أهلا بك. أهلا يعني بحضرتك. أعتقد أن الحرب تسببت في العديد من المتغيرات على مستوى الاقتصاد العالمي، وبالتالي كان هناك رابحون وخاسرون. بالتأكيد كل الدول التي تنتج أنواع الطاقة المختلفة استفادت في عام ارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات غير مشهودة في سنوات طويلة، وكان منها الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة كاقتصاد كبير أو كأكبر اقتصاد في العالم هي لديها من المرونة التي تساعدها على الاستفادة في يعني في إطار التغيرات الاقتصادية طيب، المختلفة. أحتاج إلى المقاطعة المبكرة يا سيد شريف لو تكرمت، عذرا يعني اعذرني بشدة. ثلاث نقاط تحديدا يا أستاذ شريف. أول نقطة، مد أوروبا بالغاز والطاقة بأسعار مبالغ فيها كما تقول أوروبا من جانب أمريكا. ثانيا، فكرة مد أوكرانيا بمساعدات صحيح عسكرية وغير عسكرية، لكن في النهاية هناك سلاح يدون أمامه خانات بها أرقام يعني بالملايين وبالمليارات ربما. ثالثا، فكرة هذا النقص الشديد في العتاد العسكري الأوروبي، بدأت الآن مصانع السلاح الأمريكية تتلقى صفقات جديدة لتسد هذا العجز في السلاح الأوروبي. من المستفيد من الثلاث نقاط السابقة؟ يعني دعني أتحدث عليهم واحدة بعد الأخرى. حضرتك تفضل. أشرت إلى أن أسعار الغاز كانت مبالغ فيها، وأعتقد أنه لا يوجد شيء مبالغ فيه في أسعار مثل هذه السلع وخاصة منتجات الطاقة. فلو كانت الأسعار مبالغ فيها، السوق مفتوحة ويمكن للدول الأوروبية أن تلجأ إلى مصادر بيع الغاز الأخرى. ولكن الأسعار ارتفعت على مستوى العالم، وكانت في أوروبا أكثر ارتفاعا من أي منطقة أخرى في العالم. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة إذا كانت باعت بأسعار مرتفعة فإنها سهلت على الأوروبيين الحصول على الطاقة في وقت عزت فيه المصادر واستغنت فيه أوروبا أو حاولت الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية. وبالتالي الموضوع كان يعني خاضعا للعرض والطلب، وكانت هي الأسعار المقبولة التي اشترت بها أوروبا. أيضا ما يخص النقطة الثانية التي أشرت إليها حضرتك وهي مبيعات السلاح لأوكرانيا، أعتقد أن النسبة الأكبر من هذه المبيعات لم تدفع أوكرانيا مقابل لها. ويعني قد أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الأسلحة الأمريكية التي توجهت إلى أوكرانيا بلغت قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، من ضمن أكثر من 50 مليار دولار أقرها الكونغرس الأمريكي من مساعدات مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة في هذا البند تحديدا يعني تحملت الكثير ولم تحصل على مقابل له حتى الآن. أما ما يخص النقطة صفقات السلاح الثالثة لأوروبا، وهي تمام، أعتقد أن هذه النقطة يعني قد بدأت قبل بداية الحرب بسنوات، وتحديدا منذ عهد ترامب الذي يعني مارس بعض الضغوط على الدول الأوروبية باعتبارها دول حليفة وعضو في الناتو، وقد طلب منها زيادة الإنفاق الدفاعي. فكان هذا الأمر يعني بدأت خطواته الأولى من فترة وامتدت في الوقت الحالي، وهي مصلحة جماعية للحلفاء من ضمن أعضاء حلف الناتو. طيب يا أستاذ شريف، أنت يعني تعلم أن في المنطقة العربية ربما يحلو لكثير الاعتماد على فكرة المؤامرة، يعني نظرية المؤامرة. فمن باب نظرية المؤامرة أسألك، بالبحث عن المستفيد في اشتعال هذه الحرب من بداياتها وفي استمرارها وفي جني الأرباح من ورائها، هل هناك من يقوم بذلك برأيك فعلا؟ أعتقد أن يعني هذه الحرب كانت تتويج لسنوات من التحدي والعناد، ويعني يبدو أننا كنا قد تصورنا أن الحرب الباردة قد انتهت بلا عودة، ولكن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة ويعني زيادة حدة التحديات بين الدول الكبرى ودخول الصين في الصورة أعتقد وزيادة الحروب التجارية والاقتصادية، بالتأكيد كل هذه الأمور تقول أن السعي بين الدول الكبرى للوصول إلى قيادة العالم لا يتوقف. وأعتقد أن كل دولة من حقها أن تسعى لأن تكون
الدولة الأكبر وتحصل على الاستفادات الأكبر اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا، وبالتالي يعني البحث عن من يدعم هذه الحرب أعتقد أنه يعني يتجاهل ما حدث بالفعل وما رأيناه من خسائر بشرية ومادية لشعب أعزل، أعتقد يعني بعيدا عن الصراعات بين الدول يكون المشكلة الأكبر أن الشعوب هي التي تدفع الأثمان في الوقت الحالي. ولكن يا أستاذ شريف، نحن أمام مسارين. المسار الأول مسار تقول فيه الولايات المتحدة أنها تنفق كثيرا للغاية على هذه الحرب، والمسار الثاني لا تتحدث عنه كثيرا الإدارة الأمريكية، به أرقام الأرباح. أنت كخبير اقتصادي، أي المسارين هنا أعلى؟ ما أنفقته الولايات المتحدة أكثر من العائدات أم العكس؟ أعتقد أن ما تكبدته الولايات المتحدة سواء بإنفاق مباشر أو مساعدات أو تأثيرات كبيرة على العديد من الشركات والجهات الأمريكية يفوق كثيرا ما حصلت عليه الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن بالتأكيد الولايات المتحدة تتعامل مع هذا الأمر من منظور استراتيجي لا يقصر التقييم على التكاليف الاقتصادية المباشرة، فهناك بالتأكيد أشياء أخرى تعت وتسعى إليها الولايات المتحدة، أعتقد أنها يعني تستطيع بقوتها وبعقلها أن تدير هذه الحرب بصورة تفيدها وتخدمها اقتصاديا واستراتيجيا.